إشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منورين الدنيا كلها، إحنا إمتى بنكذب؟ وسؤال كده سري بيني وبين حضراتكم، في حد مرة ما كذبش؟ ما أعتقدش، أعتقد كلنا كذبنا في بعض الأحيان وبعض المواقف. طيب هو إحنا إمتى بنكذب؟ في الحقيقة هو في أسباب كتير جدا جدا لموضوع الكذب ده، أهمهم من وجهة نظري حاجتين: أنا بكذب لما بكون خايفة، وبكذب لما بكون أخطأت في حق الآخرين. دول أهم سببين من وجهة نظري ممكن يخلونا أو يدفعونا لي حالة الكذب. طيب ما تيجوا نطبق ده على أولادنا، هما ليه بيكذبوا؟ يبقى برضه هو بيكذب يا إما خايف يا إما أخطأ. ويمكن هقول لحضراتكم معلومة تستغربوا لها، تعرفوا إن إحنا بنكذب من سن 4 شهور؟ من سن 4 شهور تلاقي البيبي كده الصغنون ده الجميل يعمل هو مع نفسه، عايش مع نفسه في عالم خاص بيه فيضحك. فاحنا المحيطين بيه الكبار تلاقينا نتبسط من السلوك ده، كل واحد مننا يشيله وكل واحد مننا يبوسه وما الى ذلك، يبدا يخزن على مستوى بنسميه الانكونشنس او لا شعور. الله، ده انا لما بعمل كده بيعملوا له سبورتنج معين وبيبقى ليهم معامله معايا لطيفه، فبيبدا يعمل هذا السلوك. ويمكن العلماء نفس النمو ذكروا ده بقى على حسب ايه المراحل العمريه المختلفه. طيب هو احنا اولادنا بيكذبوا ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم، يا اما خايفين مننا، ومعنى انه خايف مننا يعني خايف من العقاب، او انه شايف انه اخطا في حق حد من زمايله او اخواته فبيكذب، او مامته او باباه. احيانا في كذب خيالي بالذات للمراحل صغيره السن، اللي هم من سن مثلا 3 سنين ل5 سنين، فتلاقيه يجي يقول لك وانا ركبت الطياره ولما نزلت من الطياره وقابلت ما اعرفش مين وقابلني ملك الغابه ورحت انا وهو وقعدنا وهكذا. النوع من الكذب الكوميدي ده مع مرور الوقت هو بيتم وبيتعالج لوحده من غير اي تدخل مننا، لكن الخوف بيبقى حبتين من سن اللي احنا نقدر نقول عليه بدءا بقى من سن 6 سنين، بدا ان هو يبدا دخوله المدرسه وما الى ذلك. هنا بيخلينا حبتين نبدا نبحث، طب هو بيكذب، بعدنا بيكذب عشان يظهر ان هو عايش في مستوى اجتماعي مثلا اغنى من اللي هو فيه، او يشعر ان ليه بوزيشن او ليه وضع معين او ليه مكانه اجتماعيه، سواء اذا كنا كبار ولا صغيرين على فكره. فتلاقيه يقول لك لا ده انا بابايا ما اعرفش مين، لا ده انا جدي كان ايه، لا ده انا ايه. وبالمناسبه ده عندنا احنا بس، يعني كان في رئيسه وزراء كنت انا بحبها جدا، يعني كنت معجبه، مش بحبها، هي كانت ضد سياسه مصر اعتقد، بس هي كنت بحبها ككاركتير وانا صغيره، كانت اسمها مارجريت تاتشر. مارجريت تاتشر دي كانت تقول لك كده، كاتبه مره مقال انا يعني كان منشور شفته من فتره قريبه، كانت في مذكراتها بنت البقالة التي حكمت العالم، هي كاتبة كده. احنا لا عندنا انا اقول بابايا ما اعرفش كان شغال ايه، لا انا اقول مامتي كانت شغالة ايه. ففي جزء من ثقافتنا بتشكل الحتة دي عندنا شوية. دايما انا اقول لو كل واحد مشكلته خاصة بيه هو، مش بيأذي حد، يعني بيكذب بس قاعد مع نفسه، يعني هو قاعد لوحده كده وقاعد عمال يتخيل ويرسم حاجات في الخيال ومش بيأذي حد، يا عم اكذب وخلاص. لكن الخوف من هنا ان الموضوع يتحول لخوف مرضي، ده الحد ما اللي بيقلقنا وبيبقى محتاج تدخل. للأسف المشكلات السايكو او المشكلات النفسية مش بيبقى ليها سبب واحد او فاكتور واحد او عامل واحد، لكن في الحقيقة بتبقى متشعبة جدا. علاج المشكلات اللي زي دي، سواء علاج مثلا مشكلات الكذب، الغيرة، التخريب، في مشاكل كتير بالذات بتبقى عند مرحلة الطفولة بصفة خاصة، لازم الأول نشخص الحالة، نعرف هي يعني ايه السبب، لان زي ما قلنا ان كل حالة منهم بتختلف عن الاخرى. زي ما قلت احنا ممكن نكذب عشان خايفين، بنكذب عشان غلطنا في حق الاخرين، بنكذب عشان نضيف لنفسنا وجهة اجتماعية او شكل اجتماعي احنا حابينه وما الى ذلك.
مش هتصدقوا كمان في عامل كمان يعني جه في دماغي دلوقتي والله وانا بكلم حضراتكم دايركت كده. احيانا في عامل مدرسي. يعني ايه عامل مدرسي؟ تلاقي الولد راجع البيت ومحمل باعباء وواجبات يعني لا حصر لها، تفوق طاقته تفوق طاقته. فتيجي تساله مامته خلاص انت خلصت الهومورك بتاعك؟ يقول لها طبعا انا خلصت كل حاجه، ما فيش حاجه ناقصاني. وهو ممكن يكون 3 ارباع الهومورك او الدفوار بتاعه سايبه. نكون نحب اولادنا دايما، انا بقول كده دايما، بذكر نفسي وبذكر حضراتكم، نحب اولادنا ونهتم بيهم، نكون حريصين ان احنا نكون عاوز اقول مصطلح باللغه الدارجه، ان احنا نكون مليين عينيهم. لانه حضرتك لما اقول لكم ان حالات الشذوذ الجنسي عند الاطفال بالذات الولاد مع بعض اللي بنسميهم اللواط، لما تعرف حضرتك ان احد الاسباب القويه عدم وجود الاب في حياه الابن الذكر، ممكن يدفعه لكده، يدفعه يروح يعمل كده مع صديقه او مع عناصر اخرى، لانه مفتقد هذا. هو متخيل انه على المستوى اللاشعور عنده انه هو متخيل انه لما هيديله هذا الشيء هيجد بديل للاب. يعني شفتوا حضراتكم ممكن الامر يوصل لفين. دايما زي ما بقول يعني بحب انا اذكر نفسي واذكر حضراتكم، اولادنا امان عندنا، هم ضيوف عندنا فتره وهتعدي. اللي موجودين معانا دلوقتي في البيت هتلاقيهم بعد كده بعد فتره صغيره قوي هم بقوا اصحاب بيوت. عاوزين هم دايما يتذكرونا بالخير ونكون ان احنا قد المسؤولية. زي ما قلت لحضراتكم الكذب تشخيصه لازم اعرف الاسباب، لانه ليه حالات كتير جدا وليه اسئله دوافع كتير جدا. نعرف الاول الاسباب، بنحط التشخيص، وان شاء الله الموضوع بيعدي في امان. المهم ان احنا نوفر لهم الجو الامن اللي فيه حب ورعايه على قد ما نقدر. بحبكم جدا، باي باي.